أفتكر بالصورة دي بيكون وصلنا إلى آخر مناقشة موضوع التوبة. ما قيل في الجلسة دي يصلح لأن يكون ختام لما بدي قبل خمائس مضت، و ما قيل عن كيف نندم، لأنه الندم هو الوقود البيه بتتحرك النفس لقدام. ومعلوم أنه في الفكر الإسلامي في الدعوة الإسلامية الجديدة أنه الأمر كله حركة لقدام، حتى أنه الإنسان ما يجب أن يكون لحظتين في حالة واحدة، يجب أن يكون متطور ومترقي وسالك. الوقود اللي بيحركه في الأمر ده هو الندم. وفي سؤال العواطف في جملته كيف يكون الخروج من الكثافة إلى اللطافة، وده يجي في اتجاه الندم برضه. ما يمنعنا من الندم إلا كثافتنا أو قساوة قلوبنا زي ما هو معروف دائما عند السالكين. ما يمنع الإنسان من أن يندم أو من أن يتحرك لأمام أو من أن يعلم إن شئتم إلا القساوة، قساوة القلوب. وفي توصية وردت هي أكل الحلال ومصاحبة الأخيار. أنا أفتكر دي في أصل الأمر، أكل الحلال ومصاحبة الأخيار، دي توصية يمكن أن تقدم لكل من يريد أن يخرج من كثافته إلى لطافة. والتوبة الندم هو العنصر الأساسي في أركانه، بتتوقف إلى حد كبير على أن الإنسان يكون قلبه مرقق. العلم هو الدليل باستمرار ليوجه حركة السير. بتول قالت في الموضوع ده كلمة علمية في قمة، هي أنه عدم الحركة بيحصل إذا كان النفس والعقل بيجوا في مركب واحد في جانب واحد، إذا ما حصل الانفتاق. بمعنى أنه إذا كان الإنسان بكليته في جانب الخطيئة بس بلسانه بيندم، ده ما انفتق، ما تحرك، كثيف، عايز يكون في تخلخل في كثافته زي الحكاية اللي قالت عنها عواطف. وده ما بيعين عليه شيء زي ما يعين عليه أكل الحلال وعدم الإسراف في الحلال، الزهد اللي كان دايما عليه الكلام. وما في قمم في المقامات أو في الأحوال بتجي إلا بأن تكون القاعدة مجودة. يعني ما ممكن تتكلم عن المحبة والإنسان راغب في التوسع في ملاذ الدنيا، ما بتكون في محبة. المحبة هي تحولك من نفسك إلى أنفس أخرى. فإذا كان أنت مكثف باللذات وبمطالب اللذات ما عندك فرصة لغيرك، وأنت بتعرف أنه في ناس جياع وأنت دائما شبعان، كيف فرصتك لأن تحب؟ انت بتعرف يعني أن ناس محرومين وانت بتستحوذ وبتكنز وبتخزن، ما عندك الفرصة لأن تحب. فالمحبة خطوة لقدام بتجي من اللطافة اللي بتجي بالمقدرة على الندم. والحقيقة حيث نظرت انت بتجد فرص الندم إلا إذا كان الإنسان كثيف. حيث نظرت بترى النقايص، بتشمل الناس، أمراض فيه، جهل فيه، وفقر فيه، وأخطاء فيه، كل
كل شيء بتنظر فيه بيسوق إلى الندم. ما يمنعنا من الندم إلا كثافة حسنا وعدم خروجنا من أنفسنا لنشعر بشعور الآخرين. فالتوصية الأساسية إذن هي مسألة أكل الحلال ومسألة مصاحبة الأخيار. مصاحبة الأخيار دي قد تيسر ليك المسائل اللي بتستعصي عليك، حتى لقمة الحلال تسهل وتتيسر بمصاحبة الأخيار، مش المصاحبة اللي بتكون لأغراض غير أغراض الخير بطبيعة الحال. هي المصاحبة ذاتها ما سهلة، مصاحبة الأخيار للأشرار صعبة، إلا أن تكون أنت خير بيتم خيرك بمصاحبة الأخيار. لكن مصاحبة الأخيار للأشرار تبقى زي النار، فيها صعوبة شديدة عليهم، وتلقاه هرب طوالي ليشوف نظائره وأشكاله اللي يمشي معاهم. فمصاحبة الأخيار مش عمل سهل. أفتكر أنه الأمر اللي سجل في أمر التوبة كان وافي جدا، وأحب أن ينختم بأن الإنسان يحاول أن يجعل كليته لله. دي نحن دائما بنقولها، إذا أنت ما أعطيت الدين كليتك لا يعطيك شيء. تعطيه كليتك يديك جزء، تعطيه جزء ما يعطيك شيء. ودي نفس العبارة، ألا لله الدين الخالص فأقبلوا بكليتكم وما توزعكم همومكم، اجعلوا همكم واحد هو الله، واجعلوا همكم بين عينيكم لتروه بالعينين ما يكون بجانب، اجعل همك الله واجعله بين عينيك يكفيك كل الهموم الأخرى، ما تتوزعوا عنه وما تفتكروا أنه يمكنكم أن تعيش بنص لله ونص لأغراض أخرى ثم تجد شيء. وفي حديث الحديث القدسي ربنا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، عن الشرك فيه أغنى الشركاء عن الشركة المشاركة، فأن أشرك معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. يبقى كله للضلال. بيشرك مع العمل الخير، عمل العمل لله، عمل للأغراض، يبقى كله يحبط، إلا أن يكون في نقص مع المجاهدة. أنت ما بتفتكر أنه الإخلاص 200 ما شئت أنت بتلقاه بكليته، لكن ما ينقص من إخلاصك يكون نظرك فيه ندمك عليه، ده يتمم الإخلاص. فالشاهد أنه أجعلوا الله همكم وأعطوه كل أنفسكم، كل ما يهمكم يتذلل. والإنسان ما يسعى فيما يوزعه، يسعى فيما يجمعه. وشرف الزهد بيجي من هنا، الرغائب الكثيرة بتوزعنا عن الله، الزهد بيجمعنا عليه. أفتكر ما قيل بيصلح لأن امشي للإخوان الآخرين وإن تفعوا به، لكن الكلمة الأخيرة ما بتقال أصلها في أمر التوبة. دائما هي تدخل مداخل اللطف وتدخل مداخل الدقة، وما يقال فيه أمرها بيصلح قاعدة، لكن كل مداخل الدقة بتكون حظوظ فردية. بالصورة دي نستطيع أن ننهي مسألة التوبة، وتمشي الأشرطة للجهات المختلفة ليستعينوا بها الإخوان ليجدوا برضو مداخلهم فيها ويدخلوا لطائفة بمجهودنا الفردي، معانين عليه من الله العون اللطيف المعد للعباد المخلصين المنتقين الأبرار.